معكم الأستاذ نعمان محمد النديري، نائب رئيسة جمعية قافلة المستقبل. حقيقة تنشكركم على التعبئة ديالكم معنا في هذا الصباح الجميل من أجل إحياء هذه القافلة الطبية الكبيرة اللي دأبت هذه الجمعية ديالنا باش تنظمها، تضامنا طبيعة الحال مع ضحايا زلزال الحوز، وكذلك تسطيرا لبرنامجها الجمعوي في على صعيد مدينة مراكش ونواحيها وأحوازها. عمل هذه الجمعية ابتدأ مباشرة بطبيعة الحال بعد هذا الزلزال عبر الدعم المادي واللوجستيكي للضحايا، ومن بعد درنا واحد تسطرنا برنامج ديال قوافل طبية متنقلة كبيرة جدا وغير مسبوقة من ناحية التخصصات، همت العديد من مناطق الحوز، والآن ابتدأنا بمناطق مراكش والبداية الآن من جامعة مشور القصبة. قافلة طبية حقيقة بشراكة مع جماعة مشور القصبة وكذلك نقابة الصيادلة والأطر الطبية وشبه الطبية اللي تعبأت جميعا مع الجمعية من أجل إنجاح هذه القافلة اللي عرفت وكتعرف واحد التخصصات تقريبا شبه شاملة مع وحدات طبية متنقلة، منها وحدة للأشعة، منها وحدة لطب الأسنان، منها واحدة للتدخلات الجراحية الاستعجالية إن اقتضى الأمر، وكافة التخصصات وأطباء والأطقم الطبية وشبه الطبية متوفرة في هذه القافلة، يعني أكثر من 17 تخصص اللي هو رئيسي في الميدان الطبي، وتنتوقعوا يعني تستفد بين 1500 حتى 2000 مستفيد على صعيد جماعة مشور القصبة إلى ما تجاوزناش هذا الرقم، لأنه بفضل التبرعات وبفضل التضامن ديال نقابة الصيادلة وكذلك كما قلت خيرة أطباء مدينة مراكش والأطقم شبه الطبية، راه متوفر على صيدلية شبه متكاملة وبواحد العدد كبير جدا ديال الأدوية اللي يمكننا نغطيو العدد المتوقع استفادة ديالو من هذه القافلة اللي تنتوقعوا غادي يفوت 2000 مستفيد، وغادي نبقاو إلى حين بطبيعة الحال نهاية هذا اليوم باش نتمكنوا من تغطية أكبر عدد من الساكنة. شي اختارينا ضحايا هو الأمر غير مقتصر على ضحايا زلزال الحوز، وإنما في إطار النشاط ديال الجمعية تعباوي اللي باقي مستمر في التنظيم وفي التعبئة من أجل تفادي مخلفات هذه الكارثة، لأنه كي تتعرفوا بعض الفئات لا زالت تعاني من مخلفات هذه الكارثة، وحنا البرنامج ديالنا هم تنظيم قوافل كي قلنا غادي نغطوا بها جميع سواء مراكش او النواحي ديالها، وفي هذا الاطار نظرا للتسلسل الزمني حنا باقي خدامين ودرنا عده تدخلات وقوافل في الحوز، والان ابتدانا بجماعه مشور القصبه على اساس اننا نغطيو المقاطعات الخمس ديال مدينه مراكش بتسلسل زمني اللي غادي يمشي الى نهايه هذا النشاط. غير هو ابتدا مع طبيعه الحال مع مباشره بعد الزلزال وغادي يستمر الى حين التغطيه العامه لمقاطعات الخمس ديال مراكش ومقاطعات جماعة مشور القصبة اللي ابتدأنا بها على صعيد مراكش. الكل تيعرف بأن حتى الدستور المغربي عطى لواحد الجمعية مكانة خاصة ولا تشارك أساسي في رسم السياسات العمومية، وحنا بطبيعة الحال كجزء من النسيج الجمعوي بمدينة مراكش تنتمناو باش جميع الجمعيات نتكاتفوا وتكون هذه الأنشطة، لأنه حقيقة الساكنة في حاجة ماسة لها، لأنه الدولة بوحدها ما يمكنش تقوم بجميع المهام، حنا كنحاولوا بطبيعة الحال نساعدوا الدولة، وبهذا الصدد حنا تنقدموا الشكر الجزيل لكافة السلطات المحلية والمنتخبة اللي على صعيد جماعة مشور القصبة حاليا تنتواجدوا فيها، اللي قدموا لنا كل الدعم اللوجستيكي والتنظيمي من أجل إنجاح هذه البادرة، لأنه بدون التكاتف بيناتنا ما يمكنش تنجح بحال هذه المبادرات بدون هذا التضامن اللي بينوا عليه الناس الصباح، وكذلك تنشكروا الساكنه على التعاون ديالها في العمليه التنظيميه باش تدوز القافله على احسن ما يرام.